بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. مع منهجية شحرور إن صح التعبير، أو الأصح أن نقول مع لا منهجية الدكتور شحرور، هذه اللا منهجية التي اتخذها يعني الحداثيون والليبراليون والعلمانيون في بلاد المسلمين، جعلوها متكئا يعني لهدم التراث الإسلامي، ولا سيما الكتاب والسنة. ندوة عقدها أو دعي إليها هذا الرجل في تونس سنة 2018 في اليوم السادس من الشهر الرابع، مؤسسة أو جمعية اسمها القرآنيون أو القرآنيين، لا أدري ما اسمها، هكذا منشور على الإنترنت بدعوة من رئيس تونس الباجي قايد السبسي، هذا الرجل الذي أعلن أنه لا يرتضي القرآن ولا الدستور، قال أن مرجعيته هي الدستور فقط، وأن القرآن هذا لا أبالي به. صراحة جهارا نهارا تكلم في البرلمان بهذه الطريقة، وثم بعد ذلك حاول أن يجري بعض التعديلات رغم يعني الأخطاء الموجودة هناك في القانون الذي يطالب بالناس أن يكون يعني قريبا من الشريعة أو مأخوذا من الشريعة. فأتى بهذا الرجل، والحقيقة غريب يعني هذا الصنف من الناس يعني يتهمون الفقهاء بأن الفقهاء يعني مسيسون ومن قبل السلاطين، أما هم يعني مسموح لهم هذا. يعني رمتني بداية وانسلت، الفقهاء الذين يعني كانوا في جفوة مع السلطان الظالم، هذا الرجل يذهب إليه ويسعى إليه برجليه ومعززا مكرما ويستقبل استقبال الفاتحين. لن أقف كثيرا إلا عند بعض القضايا المنهجية. بدأ محاضرته وقال إن تدوين الفقه صناعة إنسانية. ما معنى صناعة إنسانية؟ يعني أن البشر قالوه من ذات عقولهم، إذا كان هكذا هذا هو تشريع جعلي أو وضعي، هذا لا عبرة به. صناعة إنسانية يعني النص عنده احتمالان أو ثلاثة للفهم، وكبار أهل الاجتهاد في علماء الإسلام أهل الأهلية اجتهدوا فاختلفوا على قولين أو ثلاثة، هل يسمى صناعة إنسانية؟ إذا كان يسمى صناعة إنسانية فإن الله تعالى قد ألزمنا باتباع هذه الصنعة الإنسانية، لأنهم أهل الذكر الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واتفقت الأمة على هذا، لأن الأمة إما مفتي وإما مستفتي. ثم قال بعد ذلك يعني لا يوجد سنة، ليس بهذا اللفظ، لفظه أمامكم، يقول ماذا؟ أن الناس حينما دخلوا بلاد ما وراء النهر وتعرفوا على ثقافات العراق والشام اطلعوا على الإنجيل، وبما أنهم اطلعوا على الإنجيل فالإنجيل الأناجيل هي عبارة عن أعمال الرسل، ف هذه الأعمال ليس عندنا مثلها. فالشافعي رحمه الله تأثر بهذا، والشافعي حينما قال يرى في الأناجيل قال يسوع قال الرب، ها فقال نحن عندنا كمان هكذا بهذا اللفظ، كمان نبينا قالوا هكذا. فالشافعي أخذ حجية السنة من نظراته إلى الإنجيل وأعمال الرسل. كمان هناك مرقس ويوحنا ومتى، احنا عندنا كذلك البخاري ومسلم، من اجل ذلك بعد الشافعي ظهر البخاري ومسلم، وكل الكتب هكذا ظهرت بعد الشافعي، وكل هذه السنه جاءت بعد الامام الشافعي، لان الشافعي اخذ ذلك من الانجيل. بدأ كلامه بقضيه ان المسيح لا يوحى اليه لانه كان نبيا ورسولا، هكذا المسيح لا يوحى إليه. والله هذه قضية تصلح أن تكون لوحة سريالية رمزية لا تفهم، يعني المسيح لا يوحى إليه لأنه ولد نبيا ورسولا، لذا هكذا نتيجة يعني الفذلكة، المسيح لا يوحى إليه لأنه ولد نبيا ورسولا، لذا عندما كان المسيح يتكلم كان الله يتكلم. لا يوحى إليه، لماذا لا يوحى إليه؟ لأنه ولد نبيا ورسولا. تلازم عجيب.
وبناء عليه فعندما كان المسيح يتكلم كان الله يتكلم. طبعا هذا الكلام أي إنسان ينظر فيها، يعني أنت مولود، ها أنت لست مولودا لأن أمك ولدتك، أنت لست مولودا. لماذا؟ لأن أمك هي التي ولدتك، وبناء عليه فأنت مولود من هذه الأم ولست مولودا منها. يعني تفكيك غريب عجيب، كيف يعقل هذا الكلام؟ أنا لا أدري. هل المسيح فعلا لا يوحى إليه؟ قضية. نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وبدون تعب. والله أول آية هكذا، حتى بالبحث يعني أول آية جاءتني هكذا: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. يعني أنت يفترض أن تكون قرآنيا لا تحتج بالسنة ولا تقبلها، والآن تزعم أن المسيح لا يوحى إليه والقرآن يقول المسيح يوحى إليه. إذن يعني عد إلى القرآن قبل ذلك. أم يعني إذا كنت قرآنيا تسمي نفسك قرآنيا فينبغي أن ترفض القرآن كاملا؟ طب أنت رفضته في اتباع الرسول، في كل آية جاءت تأمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، رفضت ذلك. أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية الكثيرة جدا التي تأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وبأن طاعته من طاعة الله، وبأن الإنسان لا يجوز له أن يخرج عنه، وبأن كلامه وحي يوحى، كل هذا عرضت عنه. ولكن حقيقة أعجبني هذا، اتساقه مع قرآنيته المزعومة جعله يرفض حتى القرآن. ما دام ترفض القرآن في 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 وحي النبي عليه الصلاة والسلام وفي أن كلامه حجة، جيد أن تطرد هذا في كل مكان، فترفض القرآن حينما يقول إنه أوحى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. هل فعلا عرفوا التوراة والإنجيل من خلال المسلمون عرفوا التوراة والإنجيل من خلال ما بين النهرين، يعني العراق والشام، وما بين النهرين الرافدين العراق وبلاد الشام بجانبها؟ هل فعلا هذا الكلام؟ كأن أخانا لم يقرأ التاريخ ولم يقرأ السيرة النبوية ولم يقرأ أن أول هجرة كانت إلى الحبشة، وأن بعض الصحابة تنصر كفر بالله سبحانه وتعالى حينما يعني قرأوه، وبعضهم تنصر ترك دينه. هذا زوجته هي أم حبيبة بقيت على إسلامها، يرى زوجها كيف يكفر ثم بقيت وتزوجها النبي بعد ذلك. إذن اطلاعهم على الإنجيل كان قديما جدا في العصر المكي، واطلاعهم على التوراة كان في العصر المدني، اليهود كانوا في المدينة، وجاء أهل نجران وتناظروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يعني ما دام الناس يصدقونك وجعلوك في مركز مهم وفي مكان عالي، فهذا يحل لك أن تلعب بعقولهم وتهزأ بها. كل الحلال والحرام جاء أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت من تأثر الشافعي بالنصارى. لم يمر معي مرة واحدة في الكتب، رغم يعني توسعي في الاطلاع وخاصة القضايا التاريخية أحبها كثيرا، لم يمر عندي مرة واحدة أن الشافعي رضي الله عنه التقى بالنصارى، ولا مرة أن الشافعي حصل بينه وبينه أخذ ورد، لم يمر معي مرة واحدة. قد يكون حصل هكذا شيء، أما مناظرات ومجادلات واطلاع ويتأثر بهم ويأخذ، والله هذا كلام غريب. ثم الشافعي متى ولد؟ سنة 150 للهجرة. في سنة 150 للهجرة كان من مات؟ الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله. هو إذا الشافعي قرر الأحكام التكليفية 5 فأبو حنيفة قرر 7، وهو قبل الشافعي. طيب، هذه البخاري ومسلم وابو داود تأخذوها من الشافعي، أخذوها من الشافعي وتعلموا من الشافعي. هذا أخونا يعني لا يعلم أن موطأ مالك كان قبل الشافعي، وأن الشافعي توفي سنة 179، أن مالك توفي سنة 179، يعني لا يعرف التواريخ ولا يعرف الروايات ولا يعرف واقع النصوص، ثم بعد ذلك ينظر ويقدم ويؤخر. لا يا أخي، حجية السنة أخذوها من القرآن ذاته الذي أنت أعرضت عنه كما تريد، ولم ينقطع عمل الأمة عن السنة لحظة واحدة، والتواريخ موجودة والقصص معروفة.
جمع السنة بشكل منهجي كان قبل أن يولد الشافعي ب50 سنة في عصر عمر بن عبد العزيز، وهذه حقيقة تاريخية ثابتة. وقد تم جمعها وجمع أساسياتها، كل ذلك كان قبل أن يولد الشافعي رضي الله تعالى عنه. وأن القرآن العظيم نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بالبيان لتبين للناس ما نزل إليهم، وأن القرآن يفيض بأوامر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أقسم الله تعالى، وهذا من قليل القسم في القرآن، غالبا الله تعالى يقسم بمخلوقاته العظيمة في هذا الموضوع، وفي عدة مواضع يسيرة، منها موضوع الرزق لأنه خطير. قال هنا ماذا قال؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينفي عنهم الإيمان إذا لم يحكموا النبي عليه الصلاة والسلام. هل قال هل يحكمونك حتى يحكموك في القرآن أم مطلقا؟ إن هو إلا وحي يوحى، ما معنى وما ينطق عن الهوى؟ يعني كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ليس بهواه، أوحاه الله تعالى إليه. فإذا المغالطة والتلبيس على العوام وغير المختصين وإيهامهم أن هذا الفقه للشافعي، وأن الشافعي رحمه الله إمام عظيم جليل يتبعه تقريبا يعني ربما ثلث أو ربع الأمة. هذا الشافعي رضي الله تعالى عنه حينما جاء إلى الدنيا دون ما أخذه من الكبار، لم يخترع شيئا من عنده، كان العلم موجودا وكان سجية وملكة ويتعامل به الكبار والصغار، لكنه فهم أو قرأ في كتب التي تتحدث عن التراث وليس من التراث، سمع أن الشافعي هو الذي يعني جعل هذه القيود التي ألزمت الناس. لا، الشافعي التزمها. هناك مدرسة كبيرة جدا هي مدرسة الحنفية لم تسلم للشافعي، وعندهم طريقة أخرى في النظر كانت قبل الشافعي رضي الله عنه. فإذا أخونا هذا يعني كان يلبس على الناس ويستنبط من القرآن أشياء تنقض القرآن ومخالفات غير صحيحة، بالدليل ماذا؟ الجهل بالتاريخ، وأنه جعل الستة الصحاح هذه كلها جاءت من بسبب التأثر بأعمال الرسل عند النصارى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.